وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الله عبد العزيز العمري، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك في نشرة الأخبار. ولو نتحدث بداية عن الرعاية الملكية من قبل جلالة الملك المعظم، وكذلك دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحفظة كتاب الله وتعليمه. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. حقيقة رعاية جلالة الملك المعظم للقرآن الكريم واضحة للعيان، وهي حاضرة في جميع المناسبات وعلى كافة المستويات، ولذلك مظاهر كثيرة. من أهم هذه المظاهر مظاهر هذه الرعاية من لدن جلالته، والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد. مظاهر ذلك كثيرة، أهم هذه المظاهر أن أقدم مسابقة قرآنية وأكبر مسابقة قرآنية في مملكة البحرين، وهي جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم، والتي أمضت من عمرها 28 عاما، تقام هذه الجائزة سنويا تحت رعاية جلالة الملك المعظم، وهذا دليل على اهتمام جلالته بالقرآن الكريم ورعايته بحفاظ وقراء القرآن الكريم. كذلك مسابقات القارئ العالمي التي يشارك فيها المتسابقون بالآلاف من عشرات الدول من مختلف دول العالم، وتقيمها مملكة البحرين أيضا برعاية كريمة من لدن جلالته. المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم من أكبر المؤتمرات القرآنية التي عقدت، وأقيم هذا المؤتمر برعاية كريمة من لدن جلالة الملك المعظم. وكذلك يضاف إلى هذا جميعا أن صدور المرسوم الملكي بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم لتدريب وتأهيل المعلمين معلمي القرآن الكريم في المراكز الحلقات القرآنية من أهم مظاهر رعاية جلالة الملك المعظم للقرآن الكريم. ورعاية المصحف، مصحف البحرين، والأمر بطباعته والتوجيه بإصدار ختمات صوتية للقرآن الكريم، كل هذه نماذج مشرقة من عناية ورعاية جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء للقرآن الكريم وحفاظه وقرائه. نعم، كما استعرضنا في التقرير السابق، مملكة البحرين حققت مراكز أولى في مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وهي إنجازات نفتخر بها هنا في مملكة البحرين. ماذا يمثل لكم هذا الفوز؟ حقيقة الفوز في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بسمعة هذه المسابقة الكبيرة وعدد الدول المشاركة فيها يعتبر تقدير حقيقي للمستوى المشرف الذي وصل إليه الحفاظ والقراء والمتسابقون البحرينيون، وقدرتهم على المنافسة وعلى اقتناص المراكز الأولى في هذه المسابقات الكبيرة، وهو كذلك إضافة مميزة للسجل المشرف لمشاركات مملكة البحرين في المحافل والمسابقات القرآنية الدولية. يستوي في ذلك المتسابقون والمتسابقات، فعدد المراكز التي حققها متسابقو ومتسابقات مملكة البحرين الآن يفوق 90 مركزا خلال هذه العقود الماضية، ولا سيما يعني في العقدين الأخيرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في البلاد. نعم، السيد عبد الله عبد العزيز العمري، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.